ويعني الواقع على الأرض في العراق الآن أن هناك خواء إقليمي، خواء عربي، انهيار للقدرات الإقليمية العربية، انهيار تام، غياب الدور المصري، يعني ربما يعني اتفاق على تقاسم مصالح ونفوذ. درك نبداو لي سوجي لي زعما دونجي لي جور لي جيني جينيرالمون يديرونجي معمول للعباد باه ما يبقاوش عميان يخدموا لي نورون لي في لابواط كرانيان. نبداو صح لدو ابريل 2005 بالنسبه للمسيح هاي مقدسه بزاف. نقول لك وعلى خطاك بالذات في الضغط ماتلهم جون بول دو لي معروف باسم البابا. تقلبت الدنيا ليفينمون نهار كبير تحيره زيناه العالم كامل كان حزينه حبس كل شيء للموند اونتيه وبتكسا لي كاميرا ولي بروجيكتور دايرين للكنيسه les nations, sera les manifestations, faites télé les émissions, chaque seconde la formation, sinon les auditions, vous soyez en full poste, les journalistes qui trouvent Times ou le Washington Post, ensuite le Genaza, show les présidents, chaque siècle ou les grands, rachou pour le Vatican, on est ce qui fait les millions, pour la place de l'Ibta Roma, les stars bihom, le dîner de Hunder ou le Khima, na, طلع واش صار, juillet 2005, مات الداعية الشيخ أحمد ديدات, واحد ما سمع, même pas كلمة في الأخبار, بالك اش ما كنت مستر صغيرة في كالجورنال, بيرون كان لي يجهل هذا الاسم بورتو مئات الناس عايل دوي كانت تسلم بالعلم ديعو كان كرون في الديباد ديما امباطابل في المناظرات الكبرى كبرنا على ديك المسخر بينا هما الهيكا من وقت سلمان رشدي وليفرسي ساطانيكا وزيد وملسيسا شفت ظلم كبيره كيسبوا الحبيب وداروا عليه كاريكاتيرا بالنسبه ليهم المسلم ديما متخلفه مشي متخلقه معقده بالحق مغلفه نولي محلفه كي نشوف اللي بداو يميلوا اللي هبط راسوا ويحشم حتى اليوم بدينوا نساوهم حتى في اكتشافات السندانية قلبوهم ما ضمت يبكي وعاصر حلانية دمرونا بالدمة بها الأمة تعيش في الظلمة لعبوا بينا ضم عليها نقول بلي يا دمة خليهم لفاطات يستهلوا فافار يستهلوا فافار كلها بار 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 خليهم يدعوا بالكوفر والشومبان إن شاء الله يتحشروا عاودة الشيطان خليهم لفاطات يستهلوا فافار يستهلوا فافار كلها بار 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 خليهم يدعوا بالكوفر والشومبان إن شاء الله يتحشروا عاودة الشيطان. درك أنا نولي حنبدل المنيو بنحكي على الموني اللي سير هيئة لوني ما كان لا تلوموني نكرههم دوبي دجورة من نهار حقرونا ورا لا كراف دي سات جورة ستين سنة ورا ما تحلم يرد بيرلان مازالوا يهفوا علينا بلا ما جيت عمرلان في بلاصة الدفاع على البرنسيب دي روات لوما جابوا المدافع والبزنيس تاع لي بومب 95 هما اللي جبدوا على الصومال 500 ميل ماتوا 70 الف السودان 2 مليون ودمي في النيجر هم جعانين واكثر من 10 ملايين في اثيوبيا بلا فامينا 60 ميل ريفيوجي جيلتن في الطوب والالاف تاع لي كوردي مالو مع الامباركو ما كانش صوار للزلزال باكستان بورتون صدام سقام 200 مليار اللي بوسيارة وين السلام وحقوق الانسان الحبس كونتانامو بالتريسيتي والسيلانا شفنا اللي فوضو عراقيين باللي شانا شفنا مملي روس باللي كريم على الشيشانا انفان باه تفهم باللي جامي في دوا 15 عضو خمسة برك عندهم حق في دوا كل فهم دوا وفون شكون الرواق في لاكير دي جولف تفكر مارس 2003 العار الكبير ليبان باللي ميسيل لونو قالت سيسيرة ممنوع الحرب تصير كوفي عنان دار رابور يشكي فيها بوش قال له الدوسي تاعك امسح بيها خليهم لفاطات يستهلوا فافار يستهلوا فافار كلها بار 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 خليهم يدعوا بالكوفر والشومبان ان شاء الله يتحشروا عاودة الشيطان خليهم لفاطات يستهلوا فافار يستهلوا فافار كلها بار 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 خليهم يدعوا بالكوفر والشومبان ان شاء الله يتحشروا عاودة الشيطان. قبل ما نكتر نكتب اطلالاتر بنحكي على اللي تراتر باللي شيفر واللي لا ترى اللي ما ترى تعد لوموند اللي ينشروا في الشر يمشي ويشري في الارواح تاع البشر ل 11 مارس في مدريد في القطة بومب الفيلونت العملية 191 مارة 7 جويليا اتونتا في لونجلتيرا ماتوا 56 وكالكو في السياتيرا كي تحسب كلش 247 كوم دابيتيد العالم كامل او حسينة جبتوا اساميهم بالتصويرة ولا تراس روبورتاج في التيلي واللي كونفيرونس دو بريس وحتى هاد الناس يوم تحيداده ذكر الاموات ما ينساوش العبادة عملوا مام دقيقة تصمد كل في العالم عندهم الحق بصحة حيل ونتخمم وعلاه جامي داروها لطفل تاع فلسطين في البوسنة نهار اللي قتلوا ويميل للمسلمين زيد في العراق 100 ميل سيفيل مار جينوسيد تاع رواندا مادوا 1 مليون بيرسون مشهم بشر ولا مشهم بنت خلاها دنوار ولا يقولوا لا اله الا الله وعلاه اسرائيل يقتلوا بالسلاح تاعهم وعلاه فلسطين في جنين وبيه لحمة ذبحوا فيولا وداروا كده ضحية جامي سموها عمليات إرهابية عندهم الحمية والهيبة الدولية عديك بالنسبة لي نقول باللي العبادة دي كلهم لفاطات يستهلوا
بابار نستهلو بابار كل بار 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 خلي المدعو بالكوفر والشامبان إن شاء الله يتحشروها ولاد الشيطان كلهم نباطار نستهلو بابار نستهلو بابار كل بار 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 خلي المدعو بالكوفر والشامبان إن شاء الله يتحشروها ولاد الشيطان مكان له نشر به تفهم الكلمة دي من وقت ويليام تشرشل لافلد كينيدي قول لي شكوني كان يدير التخطيط للسينما رأس الأفعال اسمها لاسيا في الكتر بنسيس شعلت لقر عني كاركوا المناورات الكبرى كوبا وغواتيمالا داروا انقلاب في الشيلي كشغل حتشي في بلاست عاليان دي حطوا الزعيم في نوشيري كل شي كان ماشي غير القاوية اليهزمة عادي كربحوا الحرب كونتر الكومينيزم وخرجوا تيروريزم والإسلاميزم باش تفهم يلزمة تزرب رك معايا الفزلة عم بنا في العالم مسلمين مقسمين من أصحاب الشيعة ومن أصحاب السنيين وزيد السنيين بأفكارهم مختلفين سلبيين وهابيين والإخوان المسلمين دونك انقرو ثلاث نقاط في اللاليستا يمدوا مدلل حسب نظرية الطاليس الإسقاط العمودي تاع كل نقطة يمد أموان مركز التقل يدوروا عليه كيما الرومبوان في 79 الخميني يربح كونتر الشاه ولا الرمز تاع الإسلام والجهاد في سبيل الله السعود عالتيتر ما عجبهمش الحال في نساو الحرب على الروس في أفغانستان العراق مع إيران دارت كارت عالتونسيين ماتوا فيها مسلمين 1,200,000 زقموا على الكويت خاف تل سعود فوق أرض الحرمين جابوا لي مارينز في الحدود عادك في التسعينات ما حبوش نحو صدام خافوا ولا الشيعة تاع السيود يحكموا الكبار دون خلاوا ينقي الحالة بالليزار مشيمي باهي نقطة شوية من اللي كيوت واللي شيت 2004-2005 لحسابات بنيوكلير كي إيران جماعة طهران دارت بروجي في النيوكليير بوش وطوني بلار على السعودية فسدوا البيعة داروا حكومة في العراق معظمها كامل شيعة ورجع الشيعة تاع الجهاد في سبيل الله جماعة الشيعة حزب الله من لبنان على ديكا بلادن والزواهري فعدوا كاسات قالوا صحاب السنة ما تتفاهموش مع العبادة تخطط مع حماس والحكومات في البرلمان وقع السبان شكون اللي سرق بلا ما يبان المهم بيد الفتنة مكسروا له البيبان لا فيكتيم والضحية هي أمة الإسلام نفس القصة تبقوا مؤمنين يرجع لكم تبعدوا عن ربنا نسلط عليكم الجبابرة يذلوكم ويقهروكم عشان تفوقوا يا مسلمين. كي راحوا صوروا كاريكاتير على الرسول قلبي حزين كي نتفكر داك الكلام ونسمع الباب كيفاه يطيح في الاسلام قلبي حزين كي نتفكر صح لبنان والشعب اللي قاعد يموت تحت الظلم تاع العدوان قلبي حزين عم بالكم ما وصار كي شفنا نهار العيد لي زيماج تاع صدام قلبي حزين كي نتفكر فلسطين والدم اللي كان يسيل في بيت لحم وجنين قلبي حزين كي نشوف هذوك اللي شار والعسكر تاع شارون خضر اطفال الحجاره قلبي حزين حب العرب متحدين وامه التوحيد على كلمه واحده متوحدين قلبي حزين بصح الدمعه جامي تقطر ساكي باش نموت على كلمه الله اكبر